السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة، بحبكم جدا في الله ويا رب ما تحرمش منكم ابدا. ان شاء الله النهاردة كده هغير معاكم الزيت للمكنة وهعمل لها صيانة بتبقى لازم تتعمل كل فترة، وشوية تريكات واسرار هقولكم عليها ان شاء الله يا حبايب قلبي تستفادوا وتطلعوا من الفيديو كده بمعلومات حلوة عشان نحافظ على المكنة بتاعتنا وتقعد معانا كده عمر طويل، تبقى كويسة وبتشتغل كويس وما يبقاش فيها ان شاء الله اي مشاكل. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في المكنة بتاعتنا. الصيانة دي طبعا وتغيير دورة الزيت دي مهمة جدا، لان الزيت بيبقى روح المكنة، خصوصا المكنة اللي هي الحمام زيت دي، الدورة اللي بنعملها لها بتبقى لازم ضرورية عشان الدورة تشتغل في المكنة كلها، والحديد من جوه ما يصديش ويقفش في بعضه كده والمكنة تبوظ مننا ويبقى فيها مشاكل كتيرة وتفضل طول الوقت تعطل مننا. فاول حاجة بجيب شوية قصايص كده جنبي، وبجيب ازازة قديمة مش عايزاها عشان افضي فيها الزيت بتاع المكنة. بنفضي الزيت ده ازاي؟ بنرفع الراس بتاعت المكنة دي، تمام، بنسندها كده على الصباع اللي في ظهر المكنة بالشكل ده كده، وبعد كده في مسمار في المكنة بنفكه وبنحط تحتيه الازازة دي وبنفضي فيها الزيت. طبعا انا ايه الفترة اللي فاتت يعني اهملت جدا في المكنة بتاعتي، لان كنت في فترة تعب زي ما قلت لكم، فكنت مهملة في حاجات كتيرة جدا جدا وما كانش ليا نفس الحاجة خالص. فطبعا المكنة من جوه كانت متبهدلة خالص جدا، الزيت يعني كان تقل شوية كده منه، اجزاء تقلت بقى عامل زي السمنة المهدرجة كده، فكانت حاجة وحشة جدا. والمكنة من جوه مليانة دبابيس ومليانة الخرز بتاع الفاسنين السوالي اللي كنت بفصلها، وكمان لقيت فيها السلاح اللي هو بتاع القطر اللي انا بفك بيه الخياطة وكده، فكانت المكنة من جوه مدهولة. رغم حتى دلوقتي انا لما فتحت المكنه ما رضيتش ايه اقرب المكنه، قلت انزل بس الزيت كده والم شويه الحاجات اللي فيها وبعد كده اقرب لكم بقى ايه الكاميرا تشوفوا، لاني بصراحه كنت مكسوفه من منظرها من جوه جدا. فالمهم بفتح المسمار بتاع المكنه، بحط طبعا الازازه من تحت الاول تحت فتحه المسمار ده، بفك المسمار وبصفي الزيت من تحت، وتحت الفتحه بتاعت المسمار دي طبعا في الباسكت محطوط وفي برده قصايص قديمه وحاجات زي كده، عشان لو بعد ما انا صفيت الزيت في نقط نزلت تبقى على الباسكت ما تبقاش ايه على الارض وتدهول الدنيا. فبفضي الزيت بالشكل ده، وطبعا الزيت اللي مفضيه من المكنه زي ما قلت لكم بهدل خالص، مش محتاجينه في حاجه، بس ممكن نستخدمه في بعض حاجات هقول لكم عليها دلوقتي برده. يعني ممكن مثلا عندنا مروحه سقف في البيت كده بتزقزق شويه ولا عامله صوت ولا حاجه، ممكن ننقط من الزيت ده في يعني في الماتور بتاع المروحه ذات نفسه. باب مثلا بيعمل صوت مثلا بيزيق كده برده ولا حاجه، في المفصلات بتاعه الباب نحط نقط من الزيت ده اللي احنا فضيناه، مش شرط زيت جديد، فاهمين؟ فممكن يعني ناخد منه حبه بسيطه نعمل بيها الحاجات دي لو عندنا، تمام. مثلا حاجه مثلا يعني حديد مثلا بينه وبين بعضه مثلا ماسوره مثلا او صاموره عايزين نفكها ومصديه مثلا وقفشه كده، ممكن نفك نحط منها جزء زيت من ده، ف يعني لو ما عندناش شحم كده يعني فممكن نستخدمه للحاجات دي. مش ما عندناش استخدام ليه خلاص يعني هنرميه بالازازه بتاعته كده خلاص مش محتاجين. وفي طبعا ممكن تكون ناس عارفه ليه استخدامات تانية بتستخدم الزيت اللي هو القديم ده، ممكن تستخدمه في حاجات تانية. انا بقول لكم على الحاجات اللي ممكن حاضره في دماغي دلوقتي او الحاجات اللي انا عارفاها. فالمهم بالقصايص بقى نبدا ننظف المكنه من جوه جدا جدا جدا، نشيل كل الحاجات اللي فيها. وانا جبت كده الجفت برده بشيل من الحروف كده كان في دبابيس، وهوريكم دلوقتي بصوا انا مطلعه القطر، يعني المكنه كان واقع فيها حاجات كتيره، بقول لكم انا كنت مهمله فيها جدا، ويمكن ما كنتش مهمله في المكنه بس، انا كنت مهمله في حاجات كتيره قوي حتى في حياتي، لان زي ما قلت لكم الفتره اللي انا كنت فيها كان تعب بجد، هي كانت شديده قوي عليا وكانت مخلياني ما عنديش حتى قابليه لاي حاجه، كنت بشتغل كده بالعافيه كمان. فالحمد لله على كل شيء، كله بيعدي ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فالمهم بالقصايص نفضل ننضف ننضف ننضف. بص انا بوريكم الحته يعني مكان ما بنضف بيبقى فيه رائد في الحوض بتاع المكنه من جوه، اجزاء من الزيت كده بتبقى تقلت شويه زي عامله زي السمنه زي ما قلت لكم، فانا بحاول انضف. وطبعا مكان بقى البلاوي بقى اللي نزلت والحاجات دي، فبنضف كل المكنه من جوه، وحالا هقرب لكم الكاميرا دلوقتي بس بعد ما نضفت شويه الزيت. المهم خلصت اهو ونضفت الحوض وبنضف حوالين المكنه على قد ما بقدر، كل الحاجات اللي جوه دي بحاول انضفها. وبالاخر كده بعد ما نضفت بقصايص انضف بالقصايص وارمي، جبت بقى ايه المناديل جنبي عشان بقى تنضف اكتر، حاولت برضو ايه ان انا انضف بزياده كده اي حاجه، ترابه، شلت الدبابيس، مكان الزيت، قعدت انضف انضف. في ناس بقى بعد ما بتعمل كده بتحط جاز في المكنه
وتشغل المكنه، يعني تحط جهاز مكان الزيت ده وتفضل تشغل المكنه، بتغسل بقى الحديد بتاع المكنه من جوه. انا يمكن اوقات ما افضلش ده على حد معلوماتي، يعني ان الجهاز ممكن بعد ما نخلص وننظف ونفضيه ونحط زيت جديد بعديها كده، ممكن المكنه يعني صوتها يبقى، يعني لما اخذه بينعر شويه، صوتها يعلى شويه، فانا يمكن ما افضلش ده. فممكن برضو المعلومه دي انا ما اعرفش هي صح ولا غلط، بس انا لاحظتها ان المكنه صوتها بيعلى اكتر لما بنعملها بدوره الجاز دي. كان شغال معانا صنايعي سوداني وهو اللي قال لي على الحركه دي وعمل بيها المكنه قبل كده، بس كنت حاسه ان المكنه بتنعر، فمش عارفه بقى ان ده كان من دوره الجاز اللي عملناها ولا هي كانت نوعيه المكنه ساعتها اللي عندي ما كانتش كويس. فدي انا بقول لكم للامانه الحاجه اللي اعرفها اقول لكم عليها، واللي ما اعرفهاش بقول لكم برضو عليها. تمام. فنضفت وقفلت تاني المسمار بتاع المكنه، شايفين ده مكان المسمار اللي انا بفتح افضي الزيت من تحت وبقفله كويس باحكام عشان احط الزيت الجديد. وطبعا ايه، نضفت المكنه كويس جدا. ده الزيت القديم شايفين شكله عامل ازاي، والزيت الجديد شكله ابيض خالص. فالزيت لما بيتقل شويه كمان ويقدم في المكنه ويبقى لزج كده، المكنه ما بتاخدش الدوره بتاعتها، لان المكنه حمام الزيت دي هي لازم الحديد من جوه كل شويه يلف فيه الزيت ده عشان المكنه تبقى كويسه والشغل بتاعها يبقى كويس، ما تبقاش المكنه ايه فيها مشاكل وتعطل مننا كتير. فلازم ان احنا ايه، الزيت بيبقى كويس. فشايفين الزيت الجديد بيبقى خفيف شويه وفاتح جدا ازاي. طبعا الدنيا بقت الحاجه كلها مسخوطه فيها دلوقتي، وازازتين الزيت ما قضوش خالص، فانا هبعت اجيب ازازه تالته. شايفين العلامتين اللي انا بشاور لكم عليهم دول، العلامه اللي تحت والعلامه اللي فوق، فالزيت افضل يكون عند العلامه اللي فوق اللي انا بشاور عليها بالمفك دي، فهجيب ازازه تالته وازود الزيت. وزي ما بقول لكم الزيت لما بيقدم ويبقى لازق كده شويه والمكنه ما بتعرفش تشفط الزيت من الصفايه اللي جوه دي وتلفه في الحديد بتاع المكنه كله، فطبعا بيبقى دي غلط، بتخلي الحديد بتاع المكنه من جوه ممكن يقفش كده شويه وما يبقاش ايه الزيت الدوره ماشيه فيه، فالمكنه ما تبقاش معانا كويسه ويبقى عمرها الافتراضي اقل. فالافضل ان احنا نعمل الدوره دي كل قد ايه، كل سنه، كل سنه ونص، كل سنتين، على حسب احنا بنشتغل بالمكنه قد ايه. يعني الناس اللي بتشتغل مثلا في محل زي كده وعندها ضغط شغل وبتشتغل كل يوم، فبيبقى يعني لما نلاقي الزيت بقى يعني اتبهدل كده جوه ولونه غمق شويه وبقى لازق كده فبنغيره. لكن ممكن واحده في البيت جايبه المكنه دي وبتقعد عندها فتره طويله كذا سنه، وكل فين وفين لما تشتغل حته، فممكن الزيت يفضل كويس. فمش شرط كل قد ايه بنغير، على حسب احنا ما بنشوف الزيت اتبهدل تقل شويه قل بقى من المكنه، ساعات بيقل والزيت بيبقى فاتح وكويس برده ممكن بنزود عليه. فالمهم انا بوريكم هنا، انا شلت طبعا الخيط من الابره لغايه الخطاف اللي انا بشاور عليه ده بالمفك، وطبعا رفع الدواس بتاع المكنه ده ضروري جدا، وابتدي اشغل المكنه دلوقتي وافضل ادوس عليها برجلي، ادوس على الدواس واشغل، ادوس يعني نبضات كده برجلي تمام، واشغل وافصل، اشغل مش افصل من الزرار لا برجلي، كاني بخيط بس على الفاضي عشان ايه اشغل دوره الزيت في الحديد بتاع المكنه. شايفين المرايه اللي عليها الدايره الحمراء دي، بشوف بقى منها الزيت وهو ايه طالع فيها كده تمام، وادوس على المكنه كتير برجلي وافضل اخلي دوره الزيت دي شغاله عشان المكنه تبقى كويسه وزيت الحديد بتاع المكنه من جوه كله. وكده بسم الله ما شاء الله المكنه بقت مستعده للشغل وتمام وزي الفل، وصيانه بسيطه. واتمنى طبعا يا حبايبي تكونوا استفدتوا، يكون شرح سهل وبسيط. استنوني ان شاء الله فيديوهات جديده. استودعكم الله، مع السلامه.